الخبر الاول اللي عدنا عن احمد ابو الروب والتسريب الجديد لاغنيته، فمثل ما تعرفون انه سربت جزء من اغنيته حطكم يسمعوه. ولكن بعدها احمد ابو الروب نزل على سبب الانستغرام هذا الستوري اللي يعني من خلاله انه البنيه اللي اسمها صفا هي راح تكون وياه بالفيديو كليب باكر راح ينزل يوم الجمعه، فخليكم جاهزين باكر، شوفوا الستوري. جماعتي هاي هي صبا. هلا انتوا ما بتعرفوا مين هي صبا، بس حتعرفوا بكره. بس احفظوا شكلها. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات كيف متحمسين لاغنيه احمد ابو الروب الجديده. الخبر الثاني اللي عدنا ليش انه كل اليوتيوبر متحديني ومتحدين قناتي، فحاولوا تكتبوا مملكه القصص راح تشوفون انه هواي من اليوتيوبر اللي كاتبين عليها ومنزلين مقاطع مكتوب عليها فضيحه مملكه القصص، طارق الباشا يفضح قناه مملكه القصص. طبعا انا ما لي علاقه بالموضوع، اللي ما يعرف شنو القصه، طارق الباشا نزل مقطع يقول فيه فضيحه مملكه القصص، وطبعا هو كان اتفاق يعني بيني وبينه، ولكن خاصه ان طلعت شروط تعجيزيه مستحيل اساسا يقدر انه يحققها، لا انت ولا هو على مود يقدر يطلع صورتي وصوتي وكل شيء. شوفوا المقطع السابق على مود تعرفون الموضوع بالكامل. الخبر الثالث اللي عدنا عن نورمار وليش هو متضايق ومعصب، فنورمار نزل على سبب الانستغرام هذا الستوري يقول بيه انه الدعم كلش نازل وهو متضايق بسبب هذا الشيء، وانه ابد ما له نفس اساسا ينزل مقاطع، ولكن مثل ما تعرفون انه هو وصل حاليا 6 مليون مشترك، فما حابين نفوت هذه المناسبه ونزل شويه ستوريات يشكر بها المتابعين. يو جلادين، انا بعرف انه خاف تفاعلي كثير بالفتره الاخيره وما عم بظهر كثير على السوشيال ميديا، لانه بصراحه ما راح اخبي عليكم متضايق شوي وما لي نفس ابدا انزل اي شيء، بس هيك مناسبه مستحيل اتخطاها مستحيل اتعداها. دول شو عم سووا هذول؟ لحظه ايش عم سووا؟ نرجع حديثنا يا جماعه، انا بعرف انه خاف تفاعل على السوشيال ميديا ما بطلع كثير، قلت لكم انه انا ماني مشتهي ومالي نفس اصلا، بس مثل هيك مناسبه مستحيل احسن اتخطاها ومستحيل ما احكي عنها. اوكي كنت حابب كثير انه احكي عنها بالحسابي الاصلي مشان اثبتها بالستوريات تحت، بس للاسف لسه ما رجع على امل انه يرجع ان شاء الله. المناسبه هي يا جماعه انه وصلنا 6 مليون على اليوتيوب، شكرا كثير لدعمكم لوقفتكم معي، يعني نحن عم نحقق اعداد هائله بفترات قصيره كثير، فشكرا كثير لكم. هذا مو بس نجاحي، هذا نجاحي نجاحكم، لانه انتم بتعرفوا انكم كنتوا وصرتوا وراح تصيروا وراح تضلوا ان شاء الله عائلتي وعائلتي الثانيه واعز من هيك شيء على قلبي، عرفت شلون؟ فهذا مو بس انه اسمي اللي عم يعلى واسمي اللي عم ينجح، لا هذا اسمكم كمان، لانه الخبر الرابع اللي عدنا عن عمار وفضيحه الانس الشايب للمره الثانيه، فعمار نزل على قناته هذا المقطع واللي كان يفضح به انس الشايب ويشرح انه ولد كان يصرف عليه، وطبعا بنفس الوقت اعلن عن بدايه حرب جديده راح تكون بين جواني ومايا وهو ضد بيسان وانس الشايب، وان الفضايح ما راح تخلص. طبعا حاليا قناه عمار بها 4000 مشترك، يا حبايب لازم نوصل 10000 مشترك لان الولد هواي انظلم وعمود ينزل لنا المقطع الثالث، راح اعطيكم رابط مقطع بالوصف، روحوا كلكم فجروا هذا المقطع ووصلوا اكبر عدد من الاشتراكات ومن اللايكات ومن المشاهدات. روحوا شوفوا المقطع بعدين تعالوا اكتبوا لنا شو رايكم باللي سمعتوه بالكومنتات. الخبر الخامس اللي عدنا عن تهجم متابعين نارين بيوتي ومملكه القصص على بيسان وانس الشايب، وطبعا وياهم مو فلوق. فبيسان وانس نزلوا على حساب انس بالتيك توك شويه مقاطع، طبعا نزل مقطعين، واحد على حساب بيسان واحد على حساب انس الشايب، وطبعا تدخلوا على التعليق راح تشوفوا انه كل تعليق مكتوب عليه جيش مملكه القصص او جيش نارين بيوتي. اما اللي سال السبب فمثل ما تعرفون انه مو فلوق ما يحكي نارين بيوتي واكو مشكله صايره بيناتهم، نفس الشيء قناه مملكه القصص مشكله ويا بيسان وانس الشايب. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وهل هم يستحقون التهجم اللي تعرضوا له او لا. وبس والله يا حبايبنا وصلنا لنهاية المقطع، طبعا لا تنسوا المقطع عمار، روحوا وصلوا 10000 مشترك، وبس كانكم فيزا مقدمة مملكة القصص، ومع السلامة.